انا غنطرح عليك سؤال اخر الاخ الكريم، شنو بغيتينا نديرو؟ يلا نحيدوا العمل السياسي، نديرو ثورة، نديرو انقلاب، شنو نديرو؟ نمشيو نجلسو في ديورنا؟ قول لي شنو يمكننا نديرو. اولا، ثانيا، العمل السياسي الاخوان طلع بكم به الله سبحانه وتعالى حتى خضتم حتى سيرتم الحكومه مرتين 10 سنوات طوال، ولما فشلتي واحد المره بغيتي تمشيو فحالكم، هذه هي الرجله. يلا فشلتي مره واحده، كاين الناس فشلوا 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 فشلوا، عاود واحد النهار كيجيب الله التيسير. ثالثا، كل مرة تجيو تتبقاو تسولوني على المصالحة الداخلية، قولوا لي شكون اللي مدابز داخليا؟ كتقولوا لي كاين اخوان ما عجبهمش الحال، وشنو بغيتوني نعمل لهم انا؟ الاخوان اللي ما عجبهمش الحال، الحزب عنده مؤسسات، عنده الأمانة العامة كتمشى، عنده المجلس الوطني كيتمشى، فهمتيني ولا لا؟ كيوجد المؤتمر ديالو بطريقة عادية. لا لا لا، بغيت الاخوان نمشي عند الاخوان اللي ما بقاش عاجبهم الحال، ولا اللي خرجهم، او اللي خرجوا واستقلوا، او لا الاخوان اللي كي يعتبروا بان الحزب لم يعد يمثلهم، او اللي قدموا استقالتهم ونشرح لهم ونبقى معاهم، ما غنقدرش نقابلكم انتوما. هذا اختيار عملناه من البدايه، دفننا الماضي، الماضي داز. انا كنهضر معاكم عليكم، تنقول لكم خصكم تجيو انتم، سيروا انتم تفهموا معاهم. واش هاد الاخوان هادو اللي كانوا في الحزب في مختلف المسؤوليات، منها الامانه العامه، منها، واش كلهم مشاو؟ راه الامانه العامه راه عامره غير بهم. السي دريس الازمي كان في الامانه العامه، السي بلاتي خلي الشوباني، الاخ عبد العزيز العمري كان في الامانه العامه، السي رضا بن خلدون كان في الامانه العامه، السي الشوباني كان في الامانه العامه، السي بونو كان في الامانه العامه، السي رضا بوكمازي كان في الامانه العامه، السي السقلي اللي بغى يجي يخدم راه جا كيخدم. الداودي ما طلب منه حتى واحد حتى شي حاجه، جا في اللقاء ديال الشبيبه الاول اللي عملناه، طلع للمنصه تسلمنا احنا وياه، فهمتني ولا لا؟ الى عيط عليه الاخوان تيجي، فهمتني ولا لا؟ شو المشكل؟ ولكن كاين واحد القضيه، واش حنا ما تنكونوا مع هذا الحزب غير الا كان كينتصر، او لما تنكون مع هذا الحزب غير الا ما كانش فيه عبد الاله بن كيران؟ ملي درت هذاك العمل البسيط اللي بالنسبه لي عمل عادي، مشيت حضرت الجنازه ديال اسماعيل هنيه، شنو اين تتجلى البطوله؟ ما كاين لا بطوله لا 77000. مات اسماعيل هنيه، اخ ديالنا، صديق ديالنا، عزيز علينا، كنعرفوه كيعرفنا، مشينا حضرنا الجنازه ديالو. واحد الاخ قال للسي مصطفى الخلفي، قال له انا كنت داير ما نرجعش للحزب ما حد فيه عبد الاله بن كيران، دابا انا مقتنع اللي خصو يقود الحزب في المرحله المقبله هو عبد الاله بن كيران. خاصكم الاخوان تفهموا واحد القضيه، الناس احوال نفسيه، هادو ناس كاين فيهم اللي كان في الحكومه، كاين فيهم اللي كان كيترأسها، كاين فيهم اللي كان في البرلمان، كاين فيهم جاتهم هاد الضربه هادي ما تحملوهاش. انا راه كنت رئيس الحكومه وتعينت للمره الثانيه، ودار بلوكاج لمده طويله، وطرح علي ان يحل البلوكاج وتكون الاغلبيه وما يكون حتى مشكل، وبطريقه مشرفه. المفاوض اللي كان كيتكلم معاهم قال له فيت لوي اون سورتي باغ لو سيال سيل فو، ولكن شرط انه ما يبقاش يقول ولكن، صافي واللي اصبر بلاتي سنرى هل ستحتاج ان تصفق ام لا. قال واحد اللحظه ما نخبيش عليكم، اهتزيت واحد شويه، قلت
ثم تراجعت قلت له لا شوف هاد الشروط انا لا اقبلها. بالمناسبة الشرط ديالي كان بسيط، هو الناس هادو ما يجيونيش مجموعين والاتحاد الاشتراكي ما يدخلش لانه غدر بيا، واحد غدر بيا ما تليش غنخدم انا وياه، واخا تكون عنده تكون معلقة به رئاسة الحكومة ولا اي شيء. وبهذا السبب التعفيت من رئاسة الحكومة، التعفيت ماشي غير على التوقيع. وكاين الناس اللي كيقولوا بلي عبد الاله بن كيران مشى لانه هو معروف هذه الاشياء هذه ما كانش عمره غادي يقبلها، والقانون الاطار كان غيدوز في الوقت ديالي، ولكن لانني رفضت وراسي الصمدي موجود انه هو اللي كان كيوجد معايا القانون الاطار، ما كانش فيه داك الشيء اللي دار من بعد، ولكن اعتبر هذيك مصيبه اكبر من المصيبه ديال التوقيع ديال التطبيع. ما ندنو نجاوبكم على هذه القضيه هذه، تقولوا واش الا كنتي انت واش غتو، ما تطرحوش هذا السؤال. علاش؟ لانه الا كنت انا لا يعلم الا الله سبحانه وتعالى شنو غادي يدير الا كنت انا في هذيك اللحظه، ولكن كنقول لكم انه انا لاسباب اقل من هذا بكثير قلت لا. النهار اللي وقفوا وغير سيدنا نكون قلت له نعم سيدي نمشي في حالتي انا كرئيس ديال الحكومه واحد باش ما نبالغش ما نقولش 10 د المرات غنقول واحد 5 ولا 6 د المرات. من هالنهار اللي وقع مشكل ديال 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 داكشي ديال الخلفي دفاتر التحملات وناض الصداع واستدعاني سيدنا ومشيت انا والسي بها والسي الخلفي وتستقبلنا بال كتعرفوا دار المخزن اللي كتلقى السلطه وحضره كتفهم. قلت له نعم سيدي مستعد نمشي في حالتي. قال لي لا سي بن كيران ما تمشيش، اكثر من مره قال لي، قال لي الا مشيتي غادي يطيح الدستور. وكنقول لكم وكتبقاو تعاود ترجعوا تبقاو تسولوا واش داك انت في هذه الاسئله هذه؟ هذا الشيء داز باقي الاخوان. واحد اخر شنو قال لي؟ واحد بوق الشابه جا لهنايا اش قال؟ اش قال؟ اش قال واحد؟ لا مشي الدوغ ايه الوراق ديال الزبده باقي عقل الوراق ديال الزبده هذا. شتي الاخ انا داك الشيء اللي كنظن انا تعرضت له ما خصنيش نكتب الوراق ديال الزبده، هذوك الوراق ماشي ديال الزبده، هذوك الوراق هما اللي كانوا كيجوني فيهم الجرائد تيكونوا مكتوبين بواحد الجهه وواحد الجهه خاويه، وحيت انا ما كنبغيش نضيع الوراق كنكتب في الظهر ديالهم. قال لك علاش ما مشيتيش للمؤسسات؟ راه شي وقت ما يبقاش عندك الوجه باش يعني باش تشوف شي وحدين. الله يرحم عليها الحسد الثاني، كان واحد النهار غادي يمشي لكينيا ولا مشى وجه منها، قال لهم مشي وجوه، عقلتي ولا هذه الكلمه هذه؟ قال لهم مشي وجوه حيت كيصبحوا ديك الساعة كانت القضية ديال الصحراء كتمر من ظروف صعيبة وتيصبحوا هذوك المساكن، قال لهم مشي وجوه مثلا صافي. ولكن أنا بقيت ساكت. النهار اللي خرج الداودي قال لي إلا تكلم اللي عيطتيو عليا في الشبيبة وجيت وتكلمت على الزواج ديال المال والسلطة وتقلب المغرب بها، قال لهم السيد الداودي إلا عاود السي عبد الإله قال شي كلمة خصنا نجمعوا قشا وشنا نمشيو فحالنا. وانا نسكت عامين ما تكلمتش حتى جات القضيه ديال التعليم. ملي جات القضيه ديال التعليم ما بقاش ممكن باش نسكت، هذاك عار على العداله والتنميه، سيبقى ابد الظهر ما لم يصحح سياسيا. دابا ولادنا اللي بواتهم تيعرفوا الفرنسيه واللي في المدن راه كيعاونوهم باش يقراوا ويتعلموا، ولكن فكروا في الابناء ديالنا اللي في المناطق الهامشيه واللي في البوادي واللي مساكن ما عندهمش اللي كيعرف الفرنسيه نهائيا، كيفاش كيديروا دابا يقراوا الرياضيات والفرنسيه؟ وانا هذا الشيء عندي فيه تجربه شخصيه، انا كنت غادي نتوجه توجه ديال واحد الشعبه كانت كتسمى لي ليتر اوريجينال
الاداب الاداب الشرعيه ولا شي حاجه بحال هكذا، لانه كنت ما كنفهمش المعلمين اش كيقولوا. شاءت قدره الله انني التحقت بالدار ديال ابن العم ديالي لسبب معين، ولادو كيهضروا الفرنسيه وتعلمت معاهم الفرنسيه ملي دخلت، وليت كنفهم الاساتذه، وليت انا الاول في كل شيء لا في الرياضيات ولا في كل شيء. اللغه عائق حقيقي امام الطلبه باش يفهموا العلوم وماشي يقراو. ف هذاك عار سيب غيبقى لصق فينا ابد الدهر. واما القضيه ديال التطبيع، واما القضيه ديال هذاك التطبيع الاخوان، باش تكون معكم زعما صريح، الا ما بغيتيش توقع كان خاصك تمشي قبل. وانا قلت للسي سعد الدين علانيه، السي سعد الدين خرج من الحكومه وتخرج براسك مرفوع، وانتم دابا بقاو لاصقين ليا علاش ما درتيش. ولو كان كنتي انت لو كان درتي والباكور والهندي طيرتوا لي اليوم شي شويه ما نخبيش عليكم، ولكن اظن ان معظمكم يفهمون ويفقهون.